بحاول أقدم لكم حاجة إن شاء الله أنكم تستفيدوا منها، وهي طريقة سهلة علشان نتعلم فيها أو نتذكر فيها الأكشن أو اتجاه حركات العضلات أو اتجاه حركة العين بالنسبة للعضلات. الطريقة إن شاء الله أنها تكون سهلة جدا، وبتخليكم تساعدكم بتساعد الطالبات والطلاب وحتى الممارسين إنهم يتذكروا حركة عضلات العين بطريقة سهلة جدا. طبعا في البداية احنا حنرسم الكرس العادي اللي هو كرس العين اللي فيه العضلات، طبعا هنا السبيرير ريكتس والانفيرير اوبليك، والسبيرير اوبليك والانفيرير ريكتس زي ما احنا عارفين، الميديال ريكتس في الطرف والميديال ريكتس عفوا اللاترال ريكتس في الطرف الخارجي والميديال ريكتس من جانب النوز. علشان اتذكر الاكشنز انا ابسط شيء اني اعمله اولا سهم للاعلى من هنا، سهم للاعلى من هنا في اتجاه مكان العضلات، سهم للاسفل الى هنا، سهم للاسفل الى هنا في اتجاه مكان العضلات، وهذه حتكون البرايمري اكشن حقة العضلات. طبعا اللاترال ريكتس لبرا والميديال ريكتس بسحب العين لجوا، فهذا البرايمري اكشنز انه السوبيريور والانفيريور بترفع لفوق او الفيتر، الانفيريور ريكتس والسوبيريور ريكتس بتنزل لتحت ديبريسر، الميديال ريكتس انتر ادكشن واللاترال ريكتس ادكشن. نجي للاكشن الثاني او الحركة العضلة الثانية او السكندري اكشنز. نتذكر علشان نتذكر الاكشنز نحط في بالنا حاجة يمكن تكون شوية مضحكة لكنها هي طريقة جميلة جدا ان نتذكر. نفتكر حركة رقصة البالي او البالرينا، رقصة البالي البالرينا لما توقف بتكون ايدينها الاثنين لجوا وطريقة وقفة الرجول للخارج لتحت. نفس الاكشنز حيكون بالنسبه للعضلات، هنا عندنا بالسوبيريور ريكتس يدين البالارينا والانفيرير اوبليك يدين البالارينا لجوا ورجولها طالعه لبرا بالنسبه للانفيرير ريكتس والسوبيريور اوبليك. اوكي نجي للحركه الثالثه او التيرشري اكشنز اوف ذا ماسلز، بيكون سهل جدا لو اعتبرنا الميديال ريكتس هي طرف في مثلث مثلث متساوي او متساوي الزوايا، فحيكون عندنا الانفيرير ريكتس والميديال ريكتس والسوبيريور اوبليك على مثلث واحد. العضلتين اللي حتكون مع العضله هذه بيكون نفس اتجاه حركتهم، وهي هذه طبعا الابدكشن، اذا الانفيرير اوبليك حيكون نفس حركه اللاترال ريكتس ابدكشن، ونفس الشيء لو كانت الميديال ريكتس على راس الهرم المتساوي الاضلاع والسوبيريور ريكتس والانفيرير ريكتس في قاعده الهرم، فحتكون حركه او الاكشنز حقت السوبيريور ريكتس والانفيرير ريكتس نفس حركه الميديال ريكتس، وبالتالي الحركه هنا للداخل والحركه هنا للداخل في الانفيرير ريكتس. بكذا يكون عندنا الثلاث حركات لكل عضله. كمثال السوبيريور ريكتس الفيت انتورت وأدكت العضلة العين، الانفيرير اوبليك إليفيت وإكستورت وأبدكت العضلة. لو جينا للانفيرير ريكتس مثال حتكون انتورت عفوا أدكت ديبريست وإكستورت العين، فالانفيرير اوبليك والانفيرير ريكتس بتكون حركتهم إكستورت المصل. وان شاء الله تكونوا استفدتوا، طبعا هذه طريقه سهله انها تكون كل حاجه كل ما هنالك نفتكر انه عندنا البالارينا رقصه البالارينا، ونفتكر المثلث المتساوي الزوايا بحيث انه العضله اللي في الراس في راس المثلث بتكون على حركه العضلتين اللي في القاعده مساويه او تشبهها بالضبط. شكرا لكم.